بنات والولاد، اش اخباركم؟ معكم نورا من يوميات نورا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم فيديو جديد ونهار جديد ووصفه جديده ان شاء الله كيف العاده، اللي كنتمنى انها تعجبكم وتكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. وما تنساوش كيف العاده انكم تجربوا الوصفه حيت غزاله بزاف بزاف، وتخليوا ليا في التعليق زوينين ديالكم كيف غادي تجيكم. وقبل ما ندوزوا لوصفتنا اليوم، كنتمنى اي واحد شاف القناه ديالي يشترك فيها ويفعل الجرس باش يوصلو كل جديد. وكنشكركم من كل قلبي على كل واحد كيخلي ليا كومونتير زوين بحالو اولا كيدعمني بلايكات ديالكم. شكرا لكم بزاف بزاف، ومرحبا بكم ومرحبا بالناس الجداد والناس القدام. وان شاء الله هاد القناه تكبر اكثر واكثر، علاش لا. ومهم البنات ما نطولش عليكم فيديو وندوزو ان شاء الله لوصفتنا اللي غزاله بزاف بزاف، غدا تعجبكم انا متاكده. خليكم معايا وما تمشيو فين. ودابا البنات ندوزو لوصفتنا اليوم اللي غزاله بزاف بزاف، وصفه سهله مهله ما غداش تاخذ لكم حتى من الوقت ديالكم بزاف. اللي بغا هكا يصايب شي حاجه هكا خفيفه، ساندويش اللي غادي يجيكم لذيذ بزاف بزاف انا متاكده. خاصكم غير تجربوه وتخليوا ليا في التعليق زوينين بحالكم كيف غادي يجيكم. كيف بان لكم هنايا كاع المكونات اللي غادي نحتاجو لوصفتنا اليوم. كاينين واحد ساندويش البنات اللي غادي نديروه بالستيك ديال اللحم والفلفله والبصله اللي كيجي لذيذ ورائع. وبطبيعة الحال اليوم انا اقترحت عليكم هاد الساندويش ديال اللحم اللي بالفلفله والبصله حيت كيجي غزال. وكيف كنعرفوا الفلفله البنات شي حاجه زوينه بزاف وفيها بزاف ديال الفوائد على الجسم ديالنا، داكشي علاش كنصحكم انكم تعودوا تدخلوها في الماكله ديالكم. واليوم قلت علاش لا اللي ما نقترحش عليهم هاد الساندويش اللي فيه الفلفله حيت عارفه غادي يعجبكم. مهم البنات غادي نحتاجوا البصله، عندنا الفلفله اللي خضراء، وغادي نحتاجوا ستيك ديال اللحم، عندنا هنايا الموتزاريلا او الجبن ديال الموتزاريلا. غادي نحتاجوا بالنسبه للتوابل مليحه وشويه ديال الابزار او فلفل اسود، وغادي نحتاج واحد شويه بين سبعنا ديال التحميره او فلفل احمر. هي الصراحه انا التحميره غير بغيتها كنضيفها باش تكسر ليا شويه اللون، اللي ما بغاش يضيفها يقدر يدير غير مليحه والبزار ويكتفي بهم. وغادي نحتاجو بطبيعه الحال الخبز ديال الساندويش او بانواز او باريزيان اللي بغيتو واللي حب خاطركم. ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقه ديال التحضير ديال باريزيان وبزاف ديال الانواع ديال الخبز اللي مختلفين، غادي نحطهم لكم ان شاء الله. مي اليوم غادي نشارك معكم غير الطريقه ديال كيفاش نوجدوا هاد الحويجات اللي غادي نديروهم في الساندويش ديالنا اللي كيجي لذيذ بزاف بزاف. وما نطولش عليكم الفيديو ندوزو لطريقه التحضير. اول حاجه البنات غادي نبدا بها هي غادي نبدا بهاد الحيمات ديالنا، حيت انا هنايا عندي مازال ستيكات بحال هكا خاصني نقطعهم، وخاصني نقطع حتى الفليفله ديالنا والبصيله حتى هي. ومهم البنات غادي تشوفوا معايا كل شيء في الفيديو وما تمشيو فين. Thank you.
البنات من بعد ما كملنا التقطاع ديال الحيمه ديالنا والفليفله والبصيله، الحيمه البنات راه كنقطعوهم على هذا الشكل كيجيو هكا طوالين، والفليفله والبصيله حتى هما نفس التقطيعه، يعني كلشي هكا كيجي طويل. المهم البنات ندوزو دابا البوطه ديالنا باش نوجدوا هاد الحويجات مباشره، وخليكم معايا ما تمشيو فين. خديت واحد المقيله وشعلت البوطه هكا تكون شويه منقوصه، غادي ندير شويه ديال الزيت بطبيعه الحال، زيت عاديه او زيت نباتيه، وما غاديش نكثر بزاف غير هكا شويه، هذا القياس تقريبا. وغادي نضيفو البصله ديالنا والفليفله، وغادي نخلي البنات هاد الفليفله وهاد البصيله ينزلوا لينا غير شويه، ماشي يدبلوا لينا البنات بزاف حتى يطيبوا، غير هكا نديوهم ونجيبوهم في هاد الزويته وغادا نحيدهم من المقيله ديالنا. دابا البنات من بعد ما دينا وجبنا هاد البصيله وهاد الفليفله ديالنا مع هذيك الزويته، ورزت لها شويه ديال المليحه وشويه ديال البزار، ها انتما ما كنخليوهاش البنات حتى طيب لينا بزاف بزاف، غير هكا تشحط لينا شويه وتنزل لينا شويه. غادي نحيدها دابا من هاد المقيله ونحطوها هكا على جنب، ها انتما البنات غادي نخليوها على جنب كيف قلت لكم. غادا نضيف البنات واحد النقيطه ديال الزيت، نقيطه ها نتوما، والمقله خاصها تكون سخونه بزاف حيت حنا ديجا طيبنا فيها الفليفله والبصله، يعني راها سخونه لينا مزيان، انا كنأكد عليها خاصه البنات المقله تكون سخونه. دابا البنات من بعد ما كملنا الطياب ديال الحيمات ديالنا والفلفله والبصله، كي شفتوا معايا كنخلي الحيمات يتشحروا لينا مزيان، يعني كنخليهم ناشفين عاد باش كنعاود نرجع لهم البصيله والفليفله، وكنحرك كلشي مزيان مع بعضياتو عاد باش كنزيد لهم الموتزاريلا كيف شفتوا، وكنخليها هكا تذوب معاهم مزيان وتعلق معاهم. ها نتوما خليوها تعلق مع هاد الحيمات ديالنا والفليفله. ومهم البنات عندي هنايا الخبز اللي غادي نديرو فيه هاد الحيمات ديالنا ساندويش، انا حيدت لي هاد الجنيبات ديالو، الا بغيتو نتوما تخليهم هذا شحال لكم الاختيار. المهم دابا غادي نبدا نعمر في هاد الخبز ديال ساندويش.
البنات، هذا هو الشكل النهائي ديالنا لهاد الساندويتشات اللي كيجيو غزالين بزاف بزاف. انا بلا ما نبقى نشكرهم لكم بزاف، خاصكم حتى تجربوهم بهاد الطريقه. عاد فاش هذيك الساعه تخليوا لي في التعريف زوينين ديالكم كيف غادي يجيوكم. رغم ان هاد الحيمه البنات او هاد الفليفلو بصيله نطيبناهم غير بالمليحه وبزار، اما ديك التحميره راها كابين صباعاتي باش درتها غير باش تكسر لي اللون، ومع ذلك كيجي بنين بزاف بزاف البنات، يعني شي حاجه لي هكا خفيفه. ونصح حتى الاولاد انه يجربوا حيت ما غاديش ياخذوهم من وقتهم نهائيا، وشي حاجه اللي بنينه بزاف بزاف ما غاديش تندموا الا جربتوها. وراه كيجي زوين بزاف، ها نتوما كيف كيجي، كيجي معلك بهذيك الموتزاريلا اللي كنضيفو ليه. وبطبيعه الحال انا ضفت ليه هنايا كيتشوب، اللي بغى يضيفو يضيفو، اللي ما بغاش بطبيعه الحال ليه الاختيار. وبطبيعه الحال ملي كنقولوا ساندويتشات اكيد غادي نقولوا الفريت، كتواتيهم بزاف بزاف. ومهم البنات هاد الوجبه راه زوينه وخفيفه وما تاخذش لكم من وقتكم بزاف، وما فيهاش بزاف ديال التوابل اللي غادي يدوخوكم شي شويه، مليحه وبزار وكيجي لذيذ. خاصكم تجربوه شي هاد ساندويتش البنات، الا ما جربتوش راه بحال ما درتو حتى شي حاجه. ومهم البنات كانت هذه هي وصفتنا ديال اليوم اللي غزاله، ونتمنى انكم تجربوها جربوها جربوها، راه غزاله بزاف. ومهم البنات ما تنساوش انكم تدعموني باللايكات ديالكم والكومونتيرات زوينين بحالكم، ونتلاقاو ان شاء الله فيديوهات جداد.